ابتدت آراء كثيرة جدا، وكانت الآراء دي دايما بتطلع وليها واجهتها. بيقول إن الدولة المصرية محتاجة إنها تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني. عيني. بمعنى إن يبقى هناك فكرة إن بدل ما أنا بقول بدعم رغيف العيش وبدعم السلع التموينية وأنبوبة البوتاجاز وبعض الخدمات، طب ما أنا أدي رقم أحسب الدولة بتتحمل قد إيه متوسط على المواطن، وأدي هذا الرقم للمواطن في إيده. وبالتالي يبقى الأسرة، لما بقول الأسرة فيها 5 أو 6، يبقى الرقم اللي كان للفرد يتضرب في 5 و6، يبقى معاهم رقم معتبر يقدروا بناء على ذلك يقدروا هم احتياجاتهم يشوفوا هو عايز إيه، إيه الأولوية بالنسبة له. الكلام ده عمالين بنتابعه وبنستمع ليه وبجتمع مع خبراء في هذا الكلام، ولكن أعتقد على المدى المتوسط هذا هو الحل الحقيقي لمصر. ان هتظل منظومة الدعم، هتظل منظومة الدعم، بس تبقى محوكمة ويبقى رقم كلنا عارفينه. والرقم ده مش هيبقى ثابت، الرقم ده ممكن بيزيد كل سنة مع التضخم مع ارقام معينة، فبالتالي هو بيزيد مش بيبقى ثابت. ولكن عشان نضع تفاصيله وآلياته الموضوع محتاج حوار مجتمعي. عشان كده يمكن انا هنا النهاردة بعلن ان هذا الموضوع محتاج ان احنا نفكر فيه ونضع ليه ضوابط وحلول وافكار، وهنستعين ان شاء الله بالحوار الوطني. الحوار الوطني بيمثل كل اطياف المجتمع من اقصى اليمين لاقصى اليسار، وايضا الخبراء الاقتصاديين يضعوا لنا، وانا هحدد نهايه 24 ديسمبر 24 ان يطلعوا لي بتصور هل هو ده النموذج الافضل لمصر ام لا. اذا كان هو ده النموذج الافضل، طب اليات تنفيذه تبقى ازاي، بحيث لو حصل عليه توافق ممكن نبدأ تطبيقه تدريجيا من العام المالي 25-26، لأن ده هيبقى محتاج آليات تنفيذ كتيرة جدا. فبالتالي مصر محتاجة أنها تتحرك في هذه المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي.